ده من الحكم، الحكم الأقرب لقلبي، خصوصا بقى لما بنعمل حلقة حلوة وبتطلع تصريحات بوم وبيفضل الجمهور يتكلم عليها أو حد يروج لفكرة مش صح. طيب المرة اللي فاتت أنا قلت لك خليك في صينية البطاطس أو خلي المدام تعمل لك صينية البطاطس، أنا ما بعرفش أطبخ أو أنا مش هعمل لك أنت صينية البطاطس لأن أنا ما أعرفكش أنت مين يعني، علشان تقول لي أنا خليكي في صينية البطاطس، طالعة واضحة وصريحة وبقولها لك على الهواء. طيب نفهم الناس أنا ليه عدائية أو ليه دايما بدخل الحلقة عدائية. لما يجي حد يقول لي واحد شخص عادي جدا فخر مصر، فخر مصر مش هقول العرب، هو مشرف بلد عريقة ذو حضارة ذو تاريخ، بلد ليها اسمها، واحد مصري عندنا طلع كسر الدنيا في بلد غريبة، في بلد خلى كل الناس اللي في المدرجات، انت بتتكلم على كورة او احنا بنتكلم على كورة، يعني اللعبة الشعبية او الاكثر حبا هي الكورة، كرة القدم، بدليل ان الالعاب الاخرى دايما بيبقى فيه غيرة من المنافسة ما بين كرة القدم، وطبعا كافة كرة القدم ترجح عن الالعاب الاخرى. طيب لما تيجي تقولي تعمل مقارنة، انا ما اتكلمتش على لاعب ولا كلامي ده معناه ان انا بصالح جمهور ولا بقول حاجة، لا لا لا، انا بس بفهم الفئة اللي مش فاهمة، انا بصالحش حد، انا بقول الصراحة. انت دلوقتي جيت قلتلي عملت مقارنة ما بين دوري مصري ودوري انجليزي، مستني مني اقول لك ايه؟ انت بتتكلم على الدوري المصري المصري وتتكلم على الدوري الانجليزي بملاعبه بتشجيعه بلاعبته بالناس اللي بيدفع عليها ملايين ومصروف عليها ملايين وبيتامنوا بملايين عشان تيجي تعمل مقارنه. لم اقلل من مهاره شيكابالا او اسمه او ماذا فعل مع ناديه، انا كنت ضد المقارنه ما بين صلاح وشيكابالا او ضد المقارنه عموما ما بين صلاح واي حد او هو او غيره. يعني ما ينفعش اجي اقول لك مثلا قارني معني بصبحي، هقول اي اسم تاني، قارن لي جمال حمزه برونالدينيو، مش فاهمه، مش عايزه اقول لعيبه بس لسه بتلعب، مش عايزه اقول لعيبه لسه بتلعب عشان ما حدش ياخد عليا. يعني مثلا تخيلوا كده انا جايه بقول لكم ايه، رونالدينيو نقارنه بجمال حمزه، طب هتعملوا ايه؟ ده حاجه وده حاجه، مش تقليلا من جمال حمزه وتبجيلا في رونالدينيو، لا، بس ده حاجه وده حاجه. فما ينفعش واحد يبقى مترشح ما بين اسمين اعلى اسمين في العالم ولسه كان مترشح من قريب لافضل هداف في الدوري وتيجي تقول لي اصل ما مهما عمل مهما عمل مع شيكابالا في حته تانية. ما قللتش من قيمه شيكابالا ولا قدراته ولا ما لعبه مع نادي كلاعب، لكن انا كنت ضد المقارنه من الاول، من اول ما بدات الحكم من سنتين ونص حتى الان ضد المقارنه ما بين لاعب مصري ولاعب انجليزي، لاعب احترف ولاعب قال لا اصحابي هيوحشوني مش هحترف. معلش مضطر اقول البق ده كان تصريح وما كانش على لساني، كان على لسانه، معلش اسفه، ده واحد تعب اتغرب سبيته اتحمل قوه الاضواء اللي عليه كلاعب محترف وكلاعب عالمي، لاعب عالمي، هقولها تاني، لاعب عالمي، ده يا جماعه صوره بتنزل في الصحف والمجلات في لندن ومش لندن بس، وفي اسبانيا وفي اثيوبيا ونيجيريا وكل حاجه ليها علاقه بالكوره في افريقيا، تلاقي صوره جنب ميسي ورونالدو دايما او اللي ما يليهم ماني وغيره وغيره وغيره، ويقعد يبقى في مشاحنات في الملاعب. اسم صلاح مصري، واحد مصري، شخص مصري، ازاي اهدم منه واقول له انت لا انت ما عملتش حاجه، مع احترامي لعبك في ناديك وليفربول اما مع احترامي ليك انت ما عملتش حاجه، ما قللتش من قيمه لاعب اخر على حساب لاعب تاني، لكن اما يبقى عندي حد ناجح ما هدموش. نبطل بقى الفكر القديم اللي احنا بنعاني منه، لما يبقى عندي ناجح اديله اساعده اقول له برافو انت فخرنا انت مشرفنا بره مصر، عشان لما يجي حتى هنا البلد يبقى جاي وهو عارف انه هيتستقبله كويس، ان الناس هنا بتحبه، ان مش النقاد قاعدين له على الوحده، انه مش يجي هنا يقولوا له تعالى برنامج يقول لهم لا انا مش جاي لكم اصل انتوا عندكم مش عارفه مين احسن. اعملوا قدم السبت عشان تلاقي الحد يا استاذ، مش هقول اسمك، ضيفي النهارده مختلف تماما، مستنياه من بدري، تصريحاته مش إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، نداء لأهل الخير، مسجد التقوى بقرية أسعد محافظة الشرقية، يناديكم أهل الخير لإكماله. يحتاج المسجد لعشرة طن حديد وخمسين طن أسمنت وتلتمية متر رمل وزلط ومية وخمسين ألف طوبة،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة.